بداية، لماذا هذا الاستنكار الأثيوبي لطلب السودان عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن هذه الأزمة التي طالت؟ نعم، أولا أشكرك وتحية لضيفك الكريم. حقيقة يعني الملف، يعني كما أقول دوما، أنا هنالك تسييس للملف الآن، وكان هنالك تنبيه أثيوبي اليوم بأن ملف صد النهضة لا يستحق أن يتم تحويله إلى مجلس الأمن. هو ملف يعني تنموي يخص الدول الثلاث في المرحلة الأولية، ويمكن أن يحلحل من خلال جلوس في جلسات تفاوضات جلسات مفاوضات متواصلة. ولا أهم شيء، هنالك الشيء الذي بات مفقودا هو الصيغه المتبادله بين الدول الثلاث. فهنالك دول ترفض جهود الاتحاد الافريقي وترى ان الرباعيه الدوليه اهم، او يمكن ان تلعب دورا اقوى، واثيوبيا تتمسك بدور الاتحاد الافريقي في هذا الملف. وانتم الان ابرزتم في التقرير السابق ان فشل الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي لم يفشل بل بدا في هذه المفاوضات في ظل تخوف من دور الاتحاد الافريقي او عدم الثقة في الاتحاد الافريقي ككيان يمكن ان يحل هذا الملف، على إذن الرغم من ان كيف الدول الثلاث تفسر لها سيد عضوية. أنور يعني كل هذه المفاوضات آخرها يعني بكنشاسا لم يصدر أي شيء يشير إلى أن هناك حلحلة بالأزمة، كيف تفسر ذلك؟ نعم، مفاوضات هي الكونغو ليست تكون مفاوضات كامله، بل هي مشاورات لبدء عمليه التفاوض خلال المراحل القادمه. يعني الدول الثلاث او الجانبين اذا صح، يعني السودان ومصر في جانب واثيوبيا في جانب، الكل اتهم الاخر بالتعنت، والكل اتهم الاخر بانه كان له دور في اعاقه هذه الجولات. والجانب الاثيوبي ما زال متمسكا حتى هذه اللحظه بدور الاتحاد الافريقي. وانا من وجهه نظري ارى ان الاتحاد الافريقي لم يلعب دور كبير حتى هذه اللحظه، بل ومفاوضات واشنطن الاخيره كانت هي السبب في عرقله هذا الملف. وللاسف الشديد فشلت الدبلوماسيه الامريكيه في احتواء هذا الملف، وعلى الرغم من انه كان فرصه كبيره جدا ان يتم تحويل مثل هذا الملف الى واشنطن وان تلعب واشنطن دور كبير. ولكن وجهات نظرنا نحن كمتابعين للشحن الاثيوبي من الداخل ان هنالك كان نوع من الانحياز لمصر، خاصه عقب بيان الخزانه الامريكيه، هذا البيان الذي لم يعطي اثيوبيا فرصه حتى يعني تقدم اي اطروحه او اي شيء سوى طلب بسيط قدمت به اثيوبيا. هو منحها فرصه محدده للتشاور مع خبرائها وغاميها سيد أنور، مع الفرصه كل البسيطه التي وساطة قدمها. أثيوبيا